معكم محمود عبد الكريم، هذه الحرة الليلة، أهلا بكم. القصة الأولى، تطورات فيروس كورونا. نقترب من 5 ملايين مصاب وما يزيد عن 300 ألف وفاة حول العالم. وفي التفضيل بين حياة الناس وأرزاقهم، كانت عديد من الدول بدأت تخفيف الإغلاق التام، بعضها الآن يعيد النظر خشية من الموجة الثانية. المظاهرات المطالبة بفتح الاقتصاد كانت أيضا مشهدا متجولا في عدد من العواصم. العالم العربي والإسلامي، عيد الفطر على الأبواب، وهنا تم فرض حظر للتجول منعا للتجمعات الكبيرة. لأول مرة منذ أكثر من شهرين يتراجع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى أقل من 100 في اليوم الواحد، إذ أعلنت السلطات الإسبانية أنها أحصت 87 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة. لكن التطورات الإيجابية في إسبانيا قابلها قلق كبير في روسيا التي تواصل معرفة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، إذ أعلنت السلطات الصحية تسجيل قرابة 10 آلاف إصابة جديدة ووفاة نحو 100 شخص يوم الأحد. أما الولايات المتحدة التي بدأت الحياة تعود تدريجيا في عدد من ولاياتها بعد بداية التخفيف من إجراءات العزل، فلا تزال تتصدر ترتيب الدول الأكثر تضررا بسبب الجائحة، إذ تجاوز عدد الضحايا فيها 90 ألفا، بينما تخطى عدد المصابين حاجز 1.5 مليون. في المقابل، تراجعت عدد من الدول عن قراراتها السابقة بالتخفيف من إجراءات العزل بعد أن عرفت خلال الأيام الماضية ارتفاعا واضحا لعدد المصابين. ففي ألمانيا أعادت الحكومة تفعيل إجراءات الطوارئ في 3 مقاطعات، وتضمنت هذه الإجراءات الحد من الحركة العامة وفرض الفحص الطبي على جميع عمال المصانع للتأكد من خلوهم من الفيروس. عربيا، انضمت لبنان إلى قائمة الدول التي أعادت إجراءات الإغلاق 4 أيام بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات الجديدة. وأكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن هذا الارتفاع في عدد الإصابات يعود بالأساس إلى عدم التزام بعض السكان بالتوجيهات الصحية للوقاية من الفيروس. من جهة أخرى، بدأت قطر يوم الأحد فرض أشد العقوبات على مستوى العالم في حال عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة، ملوحة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وبغرامة مالية. إجراءات تأتي بعد أن عرفت الإمارة الصغيرة إصابة أكثر من 30 ألف شخص بالفيروس، أي 1% من مجموع السكان، لتكون أكثر الدول العربية انتشر فيها الفيروس، لكن عدد الوفيات بقي متدنياً ولم يتجاوز 15 حالة. أما في مصر التي تتعالى فيها أصوات العديد من المختصين منذ فترة لفرض الإغلاق الشامل لأسبوع على الأقل بعد وفاة أكثر من 600 شخص بالفيروس، أعلنت الحكومة أنه اعتبارا من الأحد المقبل، أي أول أيام العيد، سيتم إغلاق المحلات التجارية والشواطئ والحدائق العامة لمدة 6 أيام، هذا بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة 5 مساء وإيقاف المواصلات العامة والتنقل بين المحافظات، كما أنه سيتم إذاعة صلاة العيد على شاشات التلفزيون. لبنان من بين الدول العربية التي تحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها، حتى مع أن المهمة قد تكون صعبة. رئيس الحكومة حسان دياب أعاد فتح البلاد جزئيا ابتداء من يوم 12 من الشهر الجاري، مقابل تشديدات ستتخذ خلال عيد الفطر. بعد إقفال تام ل4 أيام، تعود البلاد لفتح جزئي مع تشديدات حكومية على ضرورة توخي الحذر والرقابة الذاتية حتى لا يعود لبنان إلى المراحل الأولى من تفشي الوباء. ندرك أن الاستمرار بإغلاق البلد تنتج عنه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ونحن نحاول قدر الإمكان تخفيف تلك التداعيات. لذلك أعلن اليوم أننا سنعيد فتح البلد غدا مرة أخرى استنادا إلى الخطة المرحلية، وسيتطلب ذلك منا تضحيات أكثر والتزاما أكبر. قرار حكومي بفتح جزئي فرضته الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، وتصاعد أصوات القطاعات المتضررة بشدة من الشلل الذي فقمته أزمة كورونا. الاقتصاديون يرحبون بالقرار، لكنهم يدعون إلى توخي الحذر. بالاقتصاد كان عم بيتكبد لبنان خسائر يومية ما بتقل عن 120 مليون دولار،
كاقتصاد كلي. لقطاعات معظمها كانت عم تتكبد خسائر، قطاع السياحة اللي هو خط الأمامي، بالخط الأمامي كان عم تكبد تقريبا 30 مليون دولار، القطاع التجاري ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، القطاعات الصناعية والتطوير العقاري تقريبا بين 20 و 25 مليار مليون دولار. في الشارع الغاضب أيضا ترحيب بالقرار، فمجموعات الحراك الشعبي تراه فرصة لتوسيع هامش تحركاتها الاحتجاجية على الأرض، لكنها تدعو مؤيديها في الوقت نفسه إلى أخذ كل الإجراءات الوقائية الممكنة. يعني عندنا كمية ناس قاعدة بالبيت بلا شغل، بلا شغل، يعني منهم قادرين يدعموا أولادهم أو إخواتهم. كلنا بنعرف إنه هذا الشيء رح يسبب انفجار بالبلد. لنا أكثر من 6 أشهر بنحكي بهذا الموضوع إنه ما تخلوا المرحلة الثانية توصل. فاليوم النزلة الثانية إذا كمان كان فيها هالخطورة كتير لازم ننتبه منها كتير. تقول الجهات المختصة إن الوباء في لبنان لا يزال في دائرة الاحتواء وإنه لم يصل إلى مرحلة التفشي، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن إجراءات التخفيف التدريجي لحالة التعبئة العامة دونها مخاطر تتطلب وعياً فردياً ومجتمعياً لمنع خروجه عن نطاق السيطرة. لأن الخسائر الاقتصادية تتفاقم جراء الإقفال المستمر بسبب كورونا، اتخذ القرار بالفتح من جديد وسط تحذيرات عالية النبرة من قبل خبراء صحيين بعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية من الفيروس خوفاً من الانزلاق نحو مرحلة التفشي الكامل للوباء. جين عفيش، الحرة، بيروت. أذهب إلى بيروت. دكتور مارك رحمة، الخبير في تركيب الأدوية بالجامعة الكندية موسكو، أيضا الدكتور علاء بوزية أخصائي الباطنية، أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبقى في بيروت دكتور مارك، أنت مستشار للدولة في لجنة مكافحة كورونا. أداء لبنان في التعامل مع فيروس كورونا يبدو أنه أداء جيد من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات أيضا. تفضل. مساء الخير لك ولكل المشاهدين. مساء النور. أكيد اليوم الخطة هي تدريجية ولازمة حتى نقدر نساعد الاقتصاد إنه يتعافى وينتج. على بالنسبة للتدابير اللي عملناها، هي أكيد بدنا نخلي الناس ترجع عملها ولكن تدريجيا بمراحل وبوقاية قصوى، لأنه لو أنه فتحنا مثلا مجالات للعمل ولكن بعد عنا حظر عدم تجول وغيره بحالات تدريجية. اليوم القرار اللي صار أكيد مش ما بنعرف النتيجة مسبقا شو بيصير بكرة وبعد بكرة، ولكن هذه تجربة تدريجيا تنشوف كيف بتصير النتائج. بتمنى أنه نكون على الطريق الصواب اللي بدينا فيها كدولة لبنانية من البداية. شفنا الفرق ان عندنا اصابات اقل من غير دول. يعني دكتور مارك، ما هو السر؟ او حتى البعض يقول انه لا يوجد سر، ولكن يعني لبنان في تقرير اخير للواشنطن بوست انه فاق التوقعات باعتبار انه الاقتصاد كان متداعي، كانت المطارات مفتوحة. باختصار المطارات مفتوحة بلبنان تدريجيا بده يصير التدابير بكل اللي بعد في عندنا حظر تجول بين الساعة 7 ل 5 الصبح، وعندنا مفرد ومجلس السيارات والتنقل وغيرها. هلا اليوم انا رأيي الشخصي بعد انه لازم هالتدابير تكون مبنية على نظريات او استراتيجية علمية. يعني بدنا نفهم اذا المعافين هن حاملين المضادات البيولوجية اي جي جي حتى نقدر نستعملهم. طيب حتى ما سنعود الى هذه النقطة. دعني استمع الى الدكتور علاء. أنت شخصيا لديك تجربة في التعامل مع مرضى فيروس كورونا كوفيد-19. على مستوى الأرقام، روسيا هي الآن الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الإصابات. تفضل، لماذا؟
نعم، أولا تحياتي لك أخ محمود وللسادة المشاهدين. في الحقيقة يعني الأعداد كبيرة جدا، تفوق 280 ألف حالي، ولكن يعني أنا أعتقد أن يعني تتركز الحالات فقط في مدينة موسكو، يعني مدينة سان بطرسبورغ بالإضافة إلى بعض المدن الأخرى، ولكن تتركز بشكل كبير في مدينة موسكو تحديدا. عدد الإصابات في مدينة موسكو يقارب 150 ألف حالة فقط في موسكو، يعني 100 أقل شوي، ولكن يعني حوالي 150 ألف حالة في موسكو فقط. لماذا؟ يعني أعتقد يعني باعتقادي أنه أولا الكثافة السكانية بشكل عام إذا أخذناها في روسيا، روسيا دولة مساحتها كبيرة جدا، وبالتالي الكثافة السكانية في المدن الأخرى يعني غير مرتفعة، لكن في موسكو تحديدا مدينة فيها كثافة سكانية عالية جدا جدا، يعني يقطن موسكو حوالي 15 مليون نسمة، هذا يعني الإحصاءات الرسمية حوالي 15 مليون نسمة. بالإضافة إنه في موسكو المواصلات متطورة جدا وشبكة المواصلات نشيطة جدا، يعني المترو، عندك ثلاثة مطارات دولية، بالتالي يعني باعتقادي بس في آخر فترة يعني حوالي 3 مليون إنسان تنقلوا عبر هذه المطارات يعني اللي في موسكو، بالتالي يعني كل هذا مفهوم، ولكن يعني دائما بعض الخبراء يرجع هذا الأمر إلى طبيعة الشعوب، إنه في آسيا ربما في كوريا الجنوبية الصين كانوا مطيعين أكثر للتدابير الحكومية، حتى في الدول الإسكندنافية كانوا يثقون أكثر في الحكومات. ماذا بخصوص الروس؟ هل كانوا ملتزمين؟ هل هم ملتزمون حاليا؟ يعني في الحقيقة أنا أقول لك كما أرى، يعني أنا أذهب إلى العمل فقط إذا يعني معك تصريح، أو هو تصريح إلكتروني بالفعل، تصريح إلكتروني، وبالتالي إذا ما معك أنت مخالف، ويعني حتى أنا بالتصريح يجب أني أطلع بالكمامة وبالكفوف الجلافز، بالتالي أنا اللي بشوفه أنه الناس ملتزمين، يعني ما حد بيطلع، بالعكس يعني كان في أزمة سير رهيبة جدا جدا في موسكو، الآن لو أطلع أخرج أصور ما في حد، كأنه منع للتجوال. يعني أنا أعتقد الأسباب ممكن تكون أخرى، ممكن درجات الحرارة، ممكن كثافة الفيروس اللي الموجود أو اللي أجى على روسيا بشكل عام، ولكن أنا أرى أنه الناس يعني يطبقوا كل تدابير الحكومة، هذا يعني ما أراه يعني في الحقيقة. الدكتور مارك، دعنا نتكلم أكثر عن خطة رئيس الوزراء حسان دياب لإعادة فتح البلاد، ما هي مراحل هذه الخطة؟ إعاشة البلد، إعادة الاقتصاد للبلد تدريجيا، وهذا شيء طبيعي لأن العالم بدها تعيش، إن هي عندنا أزمة اقتصادية كبيرة مثل ما تعرف كل العالم، بتجينا الكورونا بتزيد على الشعب، الشعب بيجي يوم كل يوم بيشتغل، وعندنا لبنان يعني عندنا ما عندنا كثافة سكانية، وعندنا انتباه، الشعب اللبناني شعب واعي وبيفهم وبيخاف على صحته. أنا بتمنى إنه حتى لو كانت التدابير تدريجية تبقى بنظر وبفكر اللبناني بوقاية، يعني ولكن ما تقوله إلى الآن هذا كله مجرد كلام عام، هل هنالك خطة واضحة المعالم بالنسبة للحكومة اللبنانية بخصوص إعادة فتح البلاد؟ يعني شاهدنا في بريطانيا هنالك خطة، في الولايات المتحدة هنالك خطة، حتى في الأردن هنالك خطة واضحة لإعادة فتح الاقتصاد بصورة تدريجية، ونأخذ في الحسبان إنه لبنان بلد سياحي بالدرجة الأولى، والصيف هنا اليوم، أكيد اليوم لبنان معروف إنه سياحي وخدماتي، مش هيك عندنا حاجة إنه لبنان يبدأ تدريجيا، لأنه الصيف مثل ما تفضلت أكيد على الأبواب لازم يصير تحضير. وكمان حسب رأيي الشخصي إذا بنقدر بهالوقت إن ندرس كيفية المستقبل، إنه إذا المتعافيين عندهم المناعة الكافية نقدر نعمل مسح على كل المجتمع اللبناني، الشعب اللبناني مش كثير 7 ملايين، بعتقد إذا اليوم نقدر نعرف إنه المتعافيين عندهم مضادات بيولوجية إنها تحميهم
لا مدي طويلة، مش معقول بغير الفيزيت نقدر نعمل مسح لكل السكين ونعطيهم جرين كارد للمتعفين يقدروا يجوا بالمجتمع، لانه انا بعتقد حسب رايي الشخصي العلمي معقول كثير اكثر من الشعب اللبناني يكون تعافى، يكون انصاب بدون ما يعرف تعافى. اليوم اذا عنده الاي جي جي عنده الانتي باديز وما في عنده اي خوف انه يرجوع الوباء، ممكن ان نعطيه جرين كارد مثلا للوقايه طيب. بالمجتمع والباقيين بتحميهم تدريجيا في الصيف. طيب دكتور علاء، أيضا بالنظر إلى أرقام روسيا هي الثانية في عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نلاحظ أنه عدد الوفيات يمكن أن يكون طبعا أي وفاة غير مقبولة، ولكن منخفض مقارنة بعدد الإصابات. نعم صحيح، يعني عدد الوفيات هنا أقل. تناقشت مع بعض البروفيسورية والأطباء الأكثر خبرة مني، يعني أساتذتي في الموضوع، وكان رأي أحدهم يعني هذا أيضا ليس حقيقة علمية، نحن جميعا نعرف أن الفيروس جديد وليس يعني مدروس بما فيه الكفاية، ولكن هذا رأي يعني من هم أفهم مني، ويقولون أنه ممكن في جينات الفيروس يعني حدث خلينا نقول ضعف، أو أنه الفيروس بدأ بالتلاشي تدريجيا، ممكن أنه نفس الفيروس يعني خلينا نقول أخف حدة، يعني عند وصوله لروسيا، أو خلينا نقول نوعية الفيروس تحديدا اللي وصل روسيا أقل حدة فعليا حقيقة، يعني هذا ليس مثبت يعني وليس حقيقة علمية يمكن تداولها على أنها حقيقة مثل، ولكن من الملاحظات ومن يعني استنتاج ممكن يعني ولكن دكتور تتفق معي انه هذا سؤال مهم، لانه يعني عدد الاصابات في ايطاليا في اسبانيا اقل بكثير من عدد الاصابات في روسيا، ولكن هناك ارقام الوفيات مرعبه. نعم انا افهمك، ولكن انظر متى بدا الموضوع في ايطاليا قبل روسيا، يعني اقل شيء على اقل تقدير باسبوعين، يعني كان في روسيا الموضوع تمام وما في اي شيء ابد بتاتا، ولكن وصل روسيا بشكل يعني خلينا نقول متاخر، يعني حقيقه روسيا وصلها الفيروس. طيب. في يعني ليس انا لم يبقى لي الكثير، ساعطي كلمه سريعه للدكتور مارك عن البحوث التي تتم الان بخصوص الأجسام المضادة، بخصوص التوصل إلى فاكسين، إلى لقاح للتعامل مع فيروس كورونا. هل لديك أي تحديث على المعلومات هذه؟ تفضل دكتور. أولاً بحب أضيف على زميلي اللي حكي إنه شو عم بيصير بروسيا أو بإيطاليا أو أكثر إصابات بروسيا من إيطاليا أو أمريكا، أنا بعتبر هذا معيب لإلنا العلماء، إنه بعد اليوم من بعد 4-5 أشهر من الوباء ما قدرنا عرفنا اذا زيت سترين زيت التايب انه عم تتغير زيت النوعيه او عده انواع، واذا الجسم بيتعود تدريجيا. انا كثير انا برفض اني احكي بهيك موضوع، اولا بس تزيد عمي بس تضيف اللي عم يقول. طيب. بالنسبه لسؤالك، بالنسبه لسؤالك عن المعروف انه لاي وباء فيروس ننظر الفاكسين يعني اللقاح، مش موجود اليوم وعم نشتغل عليه. عندنا استراتيجية الأول هي إنه إذا بنلاقي طيب أنا لأنه لم يبقى لي الكثير دكتور مارك، عذرنا على المقاطعة دكتور علاء، الروس أيضا لديهم أبحاث فيما يخص التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس، أي تحديث على هذه المعلومات باختصار شديد؟ يعني مراكز الأبحاث في روسيا يعني الموضوع يعني صعب جدا الكلام عنه، لانه النتائج يعني اذا ستخرج يعني بالتاكيد انه تكون اكيده وتكون فعاله، وبالتالي الان الموضوع يعني فقط يدور حول انه في دراسات، بس انه هل نتائج هذه الدراسات كله كلام كله اشاعات فقط، يعني الان بيستخدموا اكثر شيء انه البلازما من الاشخاص اللي مرضوا، والان يعني هم. أنا أشكرك جزيلا دكتور علاء بوزية ودكتور مارك رحمة للحديث بقية، شكرا لكم.